راسي المصطفى الأطهر نيران الحزن تسعى ودع عما هذا اليوم ودع عما هذا اليوم سقاه الله من فرد بألف عود في الدهر على الأوراق مكتوب بتبر لا سبيل حبر نقي الروح والثار إلى الإنعام والخير له بذل إلى الله مضى خالف قوله الصاحب أصيل من بني فهر شجاع من بني غار رئيس مكة الكبرى وما عن نصرها سلام سيد البطحة سلام يا أبا طالب سلام يا أبا طالب يا يوم يا ابن الحسن ينزع طل الزمن يا الحاضري ويا نو ندا لا تسمع وتعاين العل الوجه انسل الدمعة يا الغايب وضاقت علينا الوسعة واظلم وكيلنا يا بهالطلعة يا النور وجهك فجور يا يوم فجرك يطور يا يوم يا ابن الحسن ينزع ظلم والقلب بنا له ذا عام الحزن بنا قد عاد اليوم هنا ذا عام الحزن قد عاد اليوم هنا ننعاك أبا حق لنا نرثي لصاحب الذكرى من سيد البطحة ومكة الأخرى وهكذا الدهر أحزانه تترى مضى ولن تبقى خديجة الكبرى مضى ولن تبقى خديجة الكبرى من تضحياتها
إسلامنا ازدهر حتى استقام الدين والرايات رفت والواضح الأثر شيخ بني مضر نفس إلى حماية النبي لبى حق لنا نرثي لصاحب الذكرى من سيد البطحة ومكة الأخرى وهكذا الدهر أحزانه تترى مضى ولم تبقى خديجة الكبرى مضى ولم تبقى خديجة الكبرى عاد عام الحزن فينا لأبي طالب حينا ظلمت رخ رمزان وأتى الظلم وصينا وبقى الدين يعاني مثل ما نحن بقينا حسبه نجل علي ولنا فيه يقينا ولنا فيه يقينا التقي النقي الأصيل زمزمي والخزيل النصبية بالروح بالدم بالروح من نخوض الحرب أول نتلو ذكر البسملة والحروب على النواصب حتى نجتف البلاء واليريد يوصل الطف يا هلا ومية هلا نقلب الحرب جهنم لو قصاد الكربلاء نخوض الحرب أول مثل ذكر البسملة والحرب على النواصب حتى تجتث البلاء واليريد يوصل الطف يا هلا ومية هلا نقلب الحرب جهنم لو قصيد الكربلاء خلى يجي الغادرية خلى يجي الغادرية بالروح بالدم نفدي المرجعية بالروح بالدم نفدي المرجعية